السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في الجامعة الليبية الدولية، أنستونا وشرفتونا اليوم. نحن في الجامعة الليبية الدولية عندنا برنامج فتي، برنامج شاب اسمه برنامج القانون. بدينا الدراسة، أطلقناها في شهر أكتوبر الماضي، وحاولنا نزرع في الطلبة القانون أن بس مش وظيفتك عبارة عن دراسة وكيب بيزي مع بس الشابترز والكويستشنز، لكن حبينا برضو أن نعود طلبة القانون أن يرفع رأسه فوق ويشوف يبحث شنو قاعد صاير في الدنيا، شنو المستجدات القانونية، ويكون فيه مسؤولية مجتمعية، ويكون فيه رسالة ممكن توصل للخبراء والمهتمين للحضور الكرام نفس حضراتكم اليوم. ما يخفش على حد الساحة مؤخرا الكل يتابع في الانتهاكات اللي قاعدة تصير في العدوان الإسرائيلي على غزة، ضربة بكل بعرض الحائط كل القوانين وكل الأعراف وكل المواثيق الدولية في كل دول العالم. حبينا يكون في عندنا مبادرة، حبينا نحن نسلط الضوء على القضية، نحكم مع بعضنا أكثر من زاوية قانونية، ونشاركوكم همومنا ونشاركوكم أفكارنا في الانتهاكات القوانين الدولية في الحرب على غزة. اليوم في عندنا كوكبة محظوظ جدا بأني وسطهم، ما لقيتش أحسن من بروفيسور أحمد جهاني، وكنت محظوظ أني لما تواصلت معه على الفكرة أن كان في لهاي وقال لي أنا مقبل على كلمة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة في محكمة جنائية الدولية. فأنا اعتبرت أن هذا شيء مؤشر رباني أن يتيسر الموضوع الجلسة ويكون حاضر، وحريص طبعا كل الحرص دكتور أحمد أنه يكون معانا، سواء كان قال لي لو كنت مزلت في لهاي حنخش معاكم أونلاين، أو كنت في بنغازي حنحضر معاكم أنا. كذلك عندي ضيفة عزيزة اللي هي دكتورة أميمة خطاب، وهي محامية موجودة في لندن. أول ما حكيت معها بالرغم من انشغالاتها الكبيرة جدا والتزاماتها في لندن وشركة المحاماة اللي تشتغل فيها، كون أن دكتورة أميمة متحصلة على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ليدز من المملكة المتحدة، وهي باحثة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية وحقوق المهاجرين واللاجئين، وأيضا هي عضو في مجلس أمناء منظمة العفو الدولية في لندن ومجلس إدارة الشبكة العالمية لقانون المصلحة العامة بيلينيت، وأيضا متولية منصب كبيرة المستشارين في شركة المحاماة الدولية ديلي آي بايكر في لندن. فبرضو أهلا وسهلا بك دكتورة أميمة معنا اليوم، ونعرفكم برضو على أستاذ محمود العبيدي ومدير إدارة بنغازي في مجلس حقوق الحريات الموجود، واللي مهم جدا أنا من وجهة نظري أنه يسلط الضوء أكثر على الجسم هذا اللي قاعد هنا في بنغازي، كون أن العديد من المؤسسات الدولية مش عارفين أن كنا عندنا جسم مهم للدرجة هذا. تشرفت أني أنا كنت أحد الطلبة مع دكتور أحمد جهاني، كنا نرجو فيه يجي من إيطاليا عشان يدرسنا كم محاضرة بس في الكلية، فكنا سعداء بكل بأن جيت من إيطاليا ويعطينا شوية محاضرات ماتعة زي ما نقوله. فاليوم كوني لنا نحضر معك جلسة هذا شيء يزيدني شرف على شرف. حسب الأجندة اللي معنا اليوم حيكون فيه ثلاث محاور. المحور الأول حيتفضل الدكتور أحمد جهاني في محكمة العدل الدولية وتحدثنا عن دورها في إدارة الحرب على غزة، وأيضا حيكون نعرض جزء من كلمة دكتور أحمد جهاني في لهاي في محكمة العدل الدولية. والمحور الثاني حيكون مع دكتورة أميمة وحتحكي لنا على المفهوم القانوني لجريمة العقاب الجماعي والنظر في مدى توافر أركانها في الحرب على غزة. من ثم ننتقل للمحور الثالث والأخير مع أستاذ محمود العبيدي عشان يستعرض التحديات اللي تواجه المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة الإنسانية للمضطرين وفق مبادئ حقوق الإنسان. أنا وظيفتي حتكون صامتة شوية اللي هي بتاع من 15 إلى 20 دقيقة، فهذه وظيفتي حتكون ثقيلة الظل شوية، فكل مرة نحاول ننظم الوقت تباعاً
عشان بعدين نفتح الباب قدام الأسئلة حضراتكم أو مداخلاتكم والمنظمين قاعدين موجودين. نرجو منكم بس في أي لحظة حابين أنكم تشاركونا فكرة مداخلة أو سؤال لأي من الأساتذة الثلاثة اللي معنا. ياريت بس أي إشارة للمنظمين عشان يأخذوا اسمكم ويحطوكم بالترتيب إن شاء الله. لما نكملوا هنفتح المجال 40 دقيقة قدام questions and answers. نفتح المجال قدام بروفيسور أحمد الجهاني، وإذا كان حاب نشاركوا الفيديو هو جاهز. تفضل دكتور. اولا السلام عليكم، واسعد الله مساءكم في هذا المكان، وانا سعيد جدا ان اكون في هذا المكان الحقيقه الذي لم ازره من 2011، وبالتالي ما عرفتش منين خش لما جيت. وشكرا للدكتور محمد وللجامعه ولكليه القانون هنا ولكليه القانون التي نظمت هذا الملتقى بهذه الوجوه الطيبه. أنا أحمد جهاني، أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون وعميدها لمدة سنوات طوال، ثم الآن مندوب ليبيا في محكمة الجناية الدولية وليس في محكمة العدل الدولي. كلفت بها أخيرا كما اشتغلت فيها سابقا في الجرف القاري بين ليبيا وتونس ومالطا، واشتغلت في أمام هذه المحكمة أيضا في قضية أوزو في ذلك الوقت والنزاع على هذه المنطقة بين ليبيا وتشاد، وخسرنا القضية. كلفت أيضا بالإضافة إلى عملي في الجنايات الدولية، محكمة الجناية الدولية، بالإضافة إلى عملي كلفت بتولي هذه أو بالقيام بهذه المرافعة نحن نسموها اللي هي submission، وقمت بهذا وتم يعني إتمام هذا العمل برضاء الجميع. أنا لو رئاسة الجلسة تسمح لي نبي نوضح نقطة واجهتها كثيرا حتى مع الناس المتخصصين، بعضهم طبعا، هو أن ما نتكلم فيه اليوم وهي الجلسة السابقة التي عقدت يوم 22 الشهر الماضي والتي ترافعنا فيها هذه المرافعة، هي لا تخص الانضمام للدعوة المقامة من جنوب أفريقيا، هذا مهم جدا. هي تخص طلب تقدمت به دولة فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 22، وهذا الطلب بكي صوتك واضح، وهذا الطلب يتضمن إحالة الطلب الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية، باعتبار محكمة العدل الدولية عندها وظيفتين: الأولى الحكم بين الدول بالتراضي كأن أعمال التحكيم arbitration، ثانيا إعطاء رأي استشاري advisory opinion. فهم الفلسطينيين، الأخوة في الفلسطينيين طلبوا من الجمعية العامة أن تحيل طلبهم إلى محكمة العدل الدولية، وهذا الطلب يتضمن الآتي: يتضمن أن دولة الاحتلال، ونحن في كل مرافعاتنا نسمو فيها سلطة الاحتلال،
أنها هي انتهكت كل المواثيق الإنسانية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا باتفاقيات جنيف الأربعة في 1949 وكل الاتفاقيات الأخرى، حقوق المرأة، اتفاقية سيداو، حقوق الطفل. كل هذه الانتهاكات تمت من سلطة الاحتلال سواء كان في غزة أو كان في الضفة الغربية. أنا الآن ما نحكيش طيب، علشان المحكمة المكونة من 15 قاضي زي ما أنتم شفتوهم يعني تفصل في هذا الطلب، في نعم تمت الانتهاكات أم ما تمتش، رعيت سلطات الاحتلال المبادئ الأولى لحقوق الإنسان في قطاع غزة أو الضفة أو في القدس أم لا، فتحوا باب المرافعة بين دولة الاحتلال وبين السلطة أو الدولة الفلسطينية. ثم استعانت هذه الدول بالأصدقاء، مش مستعين بصديق، فاستعانوا بالأصدقاء. فهناك من الأصدقاء من استجابة وانضم إلى الطلب الفلسطيني وترافع تأييدا له، ومن بينها كانت ليبيا وكلفتنا بهذا الموضوع، وتركت الطلبة اللي يعرفوني تركت الإجراءات الجنائية وبدأت نبحث في حقوق الإنسان وفي تاريخ المنظمات وناسي أو نسينا الإجراءات. فهذا الجلسة أو سلسلة الجلسات التي عقدت في الأسبوع الماضي اللي هي من يوم 19 إلى يوم 26 هذا تخص إذن هو مساندة الطلب الفلسطيني المقدم في سنة 22 قبل 7 أكتوبر وقبل العدوان الأخير والإبادة الجماعية اللي تحصل في غزة. إذن هذا الموضوع لا علاقة له بالدعوة التي قامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتي حكمت فيها المحكمة في الشق المستعجل لبعض الإجراءات، ولكن الطلب الرئيسي تو نتعرض له بعدين لم يتم الفصل فيه أو أهمل الفصل فيه، وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. أنا يعني وضحت هذا لأن الكثير يسأل فيه باهي أنتم كيف درتوا في ملف جنوب أفريقيا، ملف جنوب أفريقيا ما زال حيكون في شهر 6 كان حيان الله حيكون فيه ملف جنوب أفريقيا، والآن الدول من الآن أصبحت تنضم طبقا لموافقات جنوب أفريقيا. ليبيا كانت سباقة وكانت هي أول دولة تعلن انضمامها إلى الملف المقدم أو الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، كانت هي الدولة الأولى وكانت بقبول من جنوب أفريقيا وبتنسيق معهم. إذن هذا موضوع آخر وهو قضية الإبادة الجماعية التي ترتكب الآن في غزة وما ارتكبتش أظني في التاريخ كما قال واحد في التاريخ الموثق. نحن نسمع هلاك وشمتاء في بغداد نسمع، لكن ما فيش التوثيق اللي توه موجود الحقيقة يعني. فهي إبادة جماعية قائمة بذاتها، يعني لا يحتاج النهار إلى دليل كما يقول المتنبي. ماذا حصل في هذه الجلسات وخاصة هذا الجمع الكريم من أساتذة القانون ومن محامين ومن ما أعتقدش في طلبة حتى أو حتى لو في طلبة هم طلبة دراسات عليا، ماذا حصل؟ كانت المحكمة طالبة 3 نقاط معينة حسب الاعتراض خلينا نقوله الإسرائيلي، وهو الجورستيكشن اللي هو الاختصاص أو الولاية القضائية. الإسرائيليين أو الإسرائيليون والأمريكان وبعض الدول الأخرى طعنوا في اختصاص المحكمة بهذا النظر، بنظر هذه القضية، وهي قضية إعطاء أو إبداء رأي استشاري فقط وليس إصدار حكم، لأن الطلب هو رأي استشاري. فطلبوا جزء طلب أن هي غير مختصة وخاصة الإسرائيليين، والأمريكان قالوا والله الآن المحادثات السلام التي تجري الآن هي وصلت مرحلة متقدمة، وبالتالي تدخل جهة قضائية
ستنسف هذه النتائج اللي نحن توصلنا إليها. أي نتائج؟ نحن ما نشايفين أي نتائج، لكن هذا اعتراضهم. إذن كان النقطة الأولى كانت المحكمة تريد من الجانب الفلسطيني ومن جانب المدافع أو المساند له أن يثبتوا لها اختصاصها. نحن استندنا على مسألتين في انعقاد اختصاص المحكمة بهذا الطلب، وهو المادة 49 من النظام الأساسي للمحكمة، أن المحكمة عليها أن تستجيب لكل طلبات الدول أو الأشخاص القانونية الدولية إذا طلبوا منها رأياً استشارياً له، يعني اللي هي advisory opinion. أوكي. هذه المحكمة كما تعرفوا أنتم هي ليست زي المحكمة الجنائية اللي نشتغل فيها أنا، هي نشأت بنشأة الأمم المتحدة، هي أحد أجهزة الأمم المتحدة زي مجلس الأمن، زي مجلس الاقتصادي والاجتماعي، فهي نشأت بنشأة الأمم المتحدة، وبالتالي كل الأعضاء في الأمم المتحدة هم أعضاء في هذه المحكمة، وهم من حقهم الترشح لأن يكونوا قضاة في هذه المحكمة. إذن هي رأها يعني لها وزنها صحيح، هي ما عندهاش ذراع تنفيذي، ما عندهاش شرطة قضائية، ما عندهاش بحث جنائي، ما عندهاش أمن داخلي باش ينفذوا الأحكام، ولكن هي رأيها الاستشاري أو أحكامها، ونحن جربنا أحكامها، نحن جربنا أحكامها في الجرف القاري، وأنا اشتغلت في هذا بين تونس وليبيا ومالطا، وأحكامها في أوزو، فأحكامها ملزمة للدول وتنال يعني قوة أو حجة على الكف. فيه مصطلح حتى في النظام الأساسي المحكمة الجنائية، وفيه مصطلح أيضا نفس المصطلح في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهو ما يعرف بالإيرغا أومنس، مصطلح لاتيني. هذا المصطلح اللاتيني حتى الإنجليز حافظوا عليه كما هو، وحافظ عليه الإيطاليون باعتبارهم أقرب لللاتيني. الإيرغا أومنس معناها شنو؟ ملزم للكافة، ملزم للكافة، فأحكامها ملزمة لكافة، إيرغا أومنس ملزمة، لكن إلزام أدبي، معناها أنت في كل محفل دولي، في كل محفل سياسي تلقى أنك أنت خالفت هذا الحكم أو خالفت هذا الرأي الاستشاري، ففيها إحراج سياسي كثير. وبالتالي كانت الدول كلها حريصة على الحضور، كانت دولة العدوان حريصة على الحضور، كانت أمريكا حريصة على الحضور، لأن هذه أحكامها ملزمة للكافة وفيها حجية، وإن كانت ما فيش تنفيذ جبري، بعكس الجنايات الدولية اللي أحكامها ملزمة للأطراف المنضمة إليها فقط وليس لبقية الأطراف الأخرى، ومقاطعتها كل الدول ما عدا فرنسا وبريطانيا اللي هي من دول مجلس الأمن، من مجلس الأمن اللي عندهم حق الفيتو. إذن نحن خذينا النقاط، وهي الأولى اختصاص المحكمة، لأن هناك من طعن في هذا الاختصاص، والجانب الفلسطيني يريد من يسانده في أن هذا الطعن هو غير قائم على أساس قانوني. الأخرى ما يعرف بالقانون الواجب التطبيق، الابليكابل لو، ما هو القانون الواجب التطبيق في هذا الطلب المقدم من الفلسطينيين؟ قانون واجب التطبيق هي كل الاتفاقيات الدولية، تبدأ من الإعلان العالمي مرورا بالاتفاقيات الأربعة، اتفاقيات جنيف الأربعة في 1949 التي فيها الآن يعني ثبت أنها خرقت خرقا كاملا فيما يتعلق بما يجري في غزة من حرب، من تجويع، من اعتداء على المدنيين، من عدم مراعاة قواعد الحرب وقانون الحرب. فهذه القانون المحكمة طالبة به، ما هو القانون الواجب التطبيق؟ فالإخوة الفلسطينيين تمسكوا بأن القانون الواجب التطبيق هو هذه الاتفاقيات، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات المكملة لها. نحن نفس الشيء جت في المرافعة طالبنا بهذا، وأكدنا على أن اتفاقيات جنيف الأربعة هي منطبقة عليها. وربما البعض منكم، أنا متأكد أن أنا لا أضيف شيئاً لناس كثيرين يعني أساتذة، ربما البعض منكم لا يعرف أن اتفاقيات جنيف الأربعة
سنة 49 هي قدمت من دولة إسرائيل لما قامت، وقالوا هذه هدية للعالم ودليل على حضارة هذه الدولة التي نشأت في 48. يعني اتفاقيات جنيف الأربعة الآن نحن نطالب بتطبيقها وهي عادلة وهي منصفة، هي الحقيقة قدمت من الدولة العبرية في 9 اللي هي قامت في 48، في 49 قالوا هذا دليل على أن نحن دولة حضارية فطبقت هذه الاتفاقيات. دكتور علي أنتم جماعة القانون الدولي، أو دكتور محمد الدولي الثاني تعرفوها هذه. الآن هي تحتج بأن هذه الاتفاقيات لم يتم خرقها وتم احترامها احتراما كاملا في الحرب التي شنتها على غزة. هم ما يقولوش على غزة، هم يقولوا على حماس، ولكن هو لم يبق شيء في غزة سواء حماس ولا غير حماس. فكان ردودنا نحن التمسك بأن هذه الاتفاقيات لم تراعى إطلاقا وتم خرقها. الأخرى هي القانون الدولي العرفي وقانون الدولي الإنساني، قانون الدولي للحرب، كل هذه القواعد تم اختراقها. وهم جابوا فريق من 11 محامي فيهم واحد إسرائيلي فقط، والباقي يعني كلهم صفوة محامي العالم، من إنجليز، من أمريكان، من اسكتلنديين، من أستراليين، كل الناطقين بالإنجليزية. 11 محامي، فيهم محامي إسرائيلي اللي لاحظته، مش عارف كان تابعته الجلسات، اللي راح الأوراق متاعها، تلخبط الأوراق متاعها، فقالوا له باهي مش مشكلة، هو هذا المحامي متاعهم صدفة يعني، هي مش طبعا أكيد هو محامي كبير لكن الأوراق تلخبطا، حتى هو نظر عنده كيف حالتي ما يحقش كويس فتلخبطت الأوراق. هذا محامي الإسرائيلي، والباقي 10 كانوا شكلوا هيئة دفاع برئاسة أستاذ أسترالي، وتم الترافع بهذه الطريقة لمدة 3 ساعات أعطيت للدولة الفلسطينية أولا وثم للدولة العبرية ثانيا. طبعا هناك دول خاصة، وهذا لازم تعرفوها، وأنا شاهد على العصر في هذا، هي دول أمريكا اللاتينية. كانت دول أمريكا اللاتينية إجمالا في الصف الفلسطيني وبقوة، وخطابها قوي، أقوى من يعني من مرافعات الدول العربية، دول أمريكا اللاتينية، كولومبيا وخاصة الدول اللي فيها التيار اليساري قوي. فالحقيقة هم وقفوا وقفة جادة وحضروا كلهم، وكانت يعني مرافعاتهم مؤيدة بشكل غير عادي، وتدين إسرائيل أو الدولة العبرية إدانة صريحة صريحة واضحة. في دول انسحبت، يعني كندا كانت مقدمة المرافعة متاعها، لأن نحن المرافعة مش هذه اللي أنتم ممكن سمعتوها أو تسمعوها، هي مكتوبة موثقة وملزمة كبيرة، لكن هذه الكلمة اللي مسموح بها وهي خلال 30 دقيقة، طقينا 30 دقيقة نحن مازال 30 دقيقة مسموح لكل دولة أن تترافع فيها، سواء كانت الصومال، سواء كانت أمريكا، سواء كان أي دولة أخرى. فما يعرف بالسبميشن اللي هي أو الفايلينج، هي قدمت ملفات كبيرة بما فيها الملف الليبي، وتم إعداده بأيد ليبية. يعني استعنا لا بمحامي ونعلنها، لا محامي لا إنجليزي ولا فرنسي ولا شيء، نحن ليبيين عدينا هذا الموضوع داد كامل وقدمنا، وأنا اللي تريت هذا الموضوع لأن الصياغة أنا اللي قمت بها. في المرافعة الليبية، هم قد يقولوا مرافعة، المرافعة الليبية كان اعترضوا علينا المجر، لأن نحن لما ترافعنا وقلنا ما يحصل في غزة، قالوا أولاً الموضوع ما هوش غزة، الموضوع من سنة 22 أنت بتجاوب على مسائل دكتورة منى جت، أنت بتجاوب على مسائل في وردت في سنة 22 مش غزة. قلنا نحن ما نقدرش نتجاوز وما يحدث في غزة، لازم نشيروا له. فأشرنا على ما يجري في غزة من أعمال شنيعة عنيفة لا يمكن يتصورها البشر، وقلنا في مرافعة ليبيا
على أساس هذا العمل يعطي للفلسطينيين الحق في استرداد حقوقهم بكل الوسائل by all the means. فالمجريين المفروض هم يكونوا يعني معقولين، احتجوا واعترضوا وقالوا هذا يعني دعوة إلى العنف ودعوة إلى تأييد الإرهاب، لأن باي يعني بكل الوسائل معناها بما في ذلك الوسائل العنيفة القتال وسيب التفاوض. المحكمة الحقيقة ما قبلتش الاعتراض، قالوا الليبيين ما قالوش وسائل العسكرية ولكن قالوا بكل الوسائل تشمل معناها تشمل هذا يعني. يعني لم تعترض، شوفوا المواقف، لم تعترض الدولة الإسرائيلية وإنما اعترضت المجر واعترضت فيجي أيضا أيدتها في هذا. ما هذا الفارق بين أنكم تقروا عليها وبين اللي حضرها يعني. الأخرى نحن أكدنا على أساس أن الإشارة إلى دولة إسرائيل لا يعني الاعتراف بها، هي إشارة للتوضيح فقط، وهذا لم يرد في مرافعات الدول العربية غير المرافعة الليبية. نحن نراه نحن دائما نسموها قوة الاحتلال قوة الاحتلال، لكن أحيانا أنه تطلع كلمة إسرائيل أو دولة إسرائيل هذا لا يعني الاعتراف بها. اللي ترافعوا بعدنا الإيرانيين قالوا نحن، وذكروا الليبيين قالوا نحن نأخذ بنفس المنهج الليبي أو المسار كما بترجموها الليبي، أن لما نذكر إسرائيل هذا ليس اعترافا بها. إذن بالله شوفوا هذه مهمة جدا، يعني راهو كل ما صار وكل ما حكيت أنا الآن وكل ما ممكن شافوه أو جابوه في التلفزيون هذا لا يتعلق بالملف بملف جنوب أفريقيا، بملف جنوب أفريقيا وهل مدى انضمام أو عدم الانضمام له. هذا يتعلق بالطلب الفلسطيني بالحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بأن دولة إسرائيل سميتها وخلاص بأنها انتهكت جميع المواثيق الدولية واتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة، هي هذا المقصود به. لو نعرجوا شوية على ما حصل في ملف جنوب أفريقيا، هو جنوب أفريقيا الطلب نفسه فيه زي قواعد القانون الليبي الوطني، يعني نبو بصورة مستعجلة وبصورة موضوعية، شق مستعجل وشق موضوعي. الشق المستعجل هو وقف إطلاق النار أو وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بدون حدود، والمساعدات لا عند ما عندهاش مكان، ما عندهاش منفذ إلا منفذ رفح، ما فيش غيره. والإسرائيليين نفس الشيء قدموا طلب بأن المحكمة غير مختصة بهذا النظر، نفس الاعتراض قدموه في الطلب الأول وقدموه حتى في ملف أو دعوة جنوب أفريقيا. المحكمة حكمت في الشق المستعجل وأهملت، مش حتى كل واحد نحطها في مكانه، وأهملت الطلب أو الشق اللي يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات اللي قدم الجانب جنوب أفريقيا. هنا الفلسطينيين مش موجودين. وفي الشق الرئيسي أو في الدفع الرئيسي للعدو اللي هو غير مختص ردت عليه، قالت لا نحن مختصين بنظر هذا الطلب وبنظر هذه الدعوة وبالحكم فيها. فكأن يعني الحكم في الشق اللي طالبته جنوب أفريقيا ما تحققش، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق النار سوف لن يتحقق إدخال المساعدات حتى العاجلة حتى الضرورية منها، لأن ما فيش وقف إطلاق نار. فكأن هي ما دارت شيء عند بعض الناس،
وعند البعض الآخر يقول لك لا هي خطوة كويسة، لأن لأول مرة إسرائيل تشعر إن هي الآن متهمة، وإسرائيل إن في محفل دولي كهذا المحفل إنها تدان، لا مش تدان، إنها يصدر حكم في غير صالحها ويرفض طلباتها ويرفض طلبات علما، وأنتم يعني ناس واعية وناس قانونيين وناس والقانوني لازم يكون موضوعي، علما أن بين 15 قاضي إسرائيلي مش يهودي، فيه يهود بس جنسيات أخرى، لكن قاضي إسرائيلي، فهو وافق على بقية البنود الأخرى، لأن المداولة علنية وليس سرية، نحن المداولة عندنا سرية، تعرفش القاضي الفلاني شنو قال، يصبح الحكم يا إما بالإجماع يا إما بالأغلبية، ما حدش يفشي أسرار المداولة، بعدين تلغي الحكم وتبطل الحكم وفيها حتى عقوبة جنائية. ففي هذه المحافل الدولية، سواء كان محكمة جنايات سواء كان محكمة الدولية، المداولة علانية، يقول لك القاضي الفلاني قال، القاضي الفلاني وافق، قال القاضية الأوغندية هي اللي كانت إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين، يعني كانت إسرائيلية حاضر ما أنا ننقلهم في اللي داخل القاعة، وهذا مش منقول بس، والباقي يقروه يعني. فالقاضية الأوغندية فعلا قالت هذا عمل إرهابي وهذا وهذا وهذا، وبالتالي مرفوض طلب دعوة جنوب أفريقيا بالكامل حسب ما تدعي إسرائيل أو حسب طلبات أو رغبة إسرائيل، لكن لأن الأحكام تصدر بالأغلبية فصدر هذا الحكم اللي نحن كل واحد يقيم فيه بشكل، واحد يقول لك والله هو عمل لها وجهين، والوجه الأول كويس وهو أن الآن إسرائيل عرفت نفسها أن هي تحت وطأة القضاء الدولي، والثاني يقول لك لا والله ما دام ما حققوش وقف إطلاق النار ما يعني ما كان داروا شيء. الطلب مع كل التقدير والاحترام لجنوب أفريقيا ولما قامت به وعملها ما كانش بسيط جدا، ودارت فريق حتى هي يعني شكلت فريق دفاع متكامل، هو ما قالوش يعني وقف القتال، هو قال وقف إطلاق النار ceasefire، هذه هي القصة. فهم أقول لك ceasefire أو وقف إطلاق النار أو الهدنة غير متاحة الآن، لأن نحن عندنا جهة لا تخضع لهذه المحكمة، وهي نحن العرب والمسلمين لا نتفق معهم فيها، وهي جهة ميليشيا اللي هي حماس لا تقبل بهذه الأحكام، وبالتالي ما زال وقف إطلاق النار ما نين مهدولة مع هذه الميليشيا إذا توافرت شروطها، فبالتالي هم أهملوا هذه النقطة، كأن المحكمة لم تجد شجاعة أدبية بتقول رفضنا طلب جنوب أفريقيا بوقف إطلاق النار، ما رش داروا أهملوا، مش عندنا نحن في القضاء وين المحامين والمحاميات، مش إهمال بعض الطلبات بعدين عودوا بها للمحكمة، هم أهملوا هذا الطلب، لكن تصدوا للدفع الرئيسي للإسرائيليين وهو رفض الدعوة، وكان حجتهم واهية جدا، يعني العدو كان أو الدولة الإسرائيلية كان حجتها واهية جدا في رفض الدعوة، يقول لك والله هي جنوب أفريقيا تتكلم على الفلسطينيين والفلسطينيين ما عندهمش دولة، وهذه محكمة الدول اسمها الدولية، قالوا هكذا برروا موقفهم، ولكن لم يذكر في طلب جنوب أفريقيا أن جنوب أفريقيا تتكلم بالوكالة أو نيابة عن الفلسطينيين، هذا لم يرد في الطلب، جنوب أفريقيا تقول لك أنا دولة عضو في الأمم المتحدة وبالتالي من حقي أن أطالب بتطبيق القواعد اللي أقرتها الأمم المتحدة بما فيها قواعد حقوق الإنسان. أمس 1 مارس شكي أمس رفعت دعوة أخرى من غواتيمالا ضد ألمانيا، ما عشان نقول ألمانيا غربية ولا شرقية، ضد ألمانيا على نفس الغرار ما قامت به جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقالت هذه الدولة غواتيمالا أن ما تقوم به إسرائيل الآن هو بدعم من الدولة الألمانية، ونحن عندنا
يعني متطوعين في الأنروا اللي هي منظمة الإغاثة من بلدنا قتلوا بغارات إسرائيلية مستعملة أسلحة ألمانية. فإذا صفة المصلحة أو شرط المصلحة والصفة متوافر في هذا الطلب، هذا قدم أمس، وحتى هو هيحتاج كل دولة بعدين بتطلب دعمها ومن الدول الأخرى. لكن لم تعلن المحكمة بعد، يعني الموضوع أمس بس، أن هي قبلت هذا الطلب أم لم تقبله. نفس الشيء هنا، لا فلسطين مذكورة ولا إسرائيل مذكورة بين غواتيمالا وبين ألمانيا وبين ألمانيا. ففي هذه الحالة نشوفه كيف، لأن كل واحد يتكلم على أساس أنه هو له مصلحة في تطبيق قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. فالجلسة إن شاء الله في شهر 6 هي حتكون جلسة جنائي صرفة، هذه فيها إبادة جماعية، هل إسرائيل ما ارتكبته هو يشكل أو يرتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الأخرى، للمحكمة الجنائية الدولية. يعني كيف الشخص الاعتباري يمسك مسدس ويضرب؟ ودوفرجي زمان في فرنسا قال أنا لم أكل ولم أشرب يوما ما مع شخص اعتباري، يعني عرف الشخص الاعتباري مش معترف به. لكن الجينوسايد هو ترتكب الدولة عن طريق أفرادها. لما يوصلوا إلى مسألة الإبادة فهنا ممكن يكون للمحكمة الجنائية الدولية دور في إدانة الأشخاص الذين استعملوا كوسيلة للإبادة، يعني زي نتنياهو، زي رئيس الأركان، زي الضباط الكبار، زي قادة الجبهات، هذول ممكن بعدين تنسب لهم هذه الجريمة. لكن هي الدولة نفسها كشخص اعتباري، أنت كيف تنسب له إبادة؟ كيف تنسب له عملية قتل؟ تنسب له بعدين عملية تعويض، تنسب له عملية تعويض. وضع المحكمة الجنائية الدولية حيث أعمل الآن وضع، وأنا أعلنها، وضع غير مرضي، يعني الحقيقة وضع مترهل، ظروفها صعبة، خاضعة لضغوط سياسية كثيرة، زي ما أقول مثل ليبي زمان، فارس يحيي قبيلة وقبيلة ما تحيي فارس. لما غاب أوكامبو الشهير يعني نزلت المحكمة الجنائية الدولية إلى مرتبة أقل شوية مما كان فيها أوكامبو ذلك الشخص الشهير. الآن هي خاضعة لدولتين، هي خاضعة لفرنسا وخاضعة لبريطانيا. ليش؟ لأن هذوم اثنين اللي هم أعضاء في مجلس الأمن وهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والباقي أمريكا عدوة لها، حتى مرة بتدير قانون ما يعرف بقانون غزو لاهاي. لو أمريكا بتحاكم أي أدو المحكمة بتحاكم أي أمريكي ارتكب جرائم في العراق أو في أفغانستان، ممكن بموجب هذا القانون يتم غزو لاهاي. ما قالوش غزو هولندا، غزو لاهاي بس، يعني يديروا إنزال عن المحكمة، يأخذوا المحكمة والمبنى حتى هو ممكن يشيلوه، وتنتهي هذه المحكمة طالما بحاكمه واحد أمريكي. فهم أعداء لهذه المحكمة، بعكس المحكمة العدل الدولية اللي هم أعضاء فاعلين فيها. وما ننساش نقول لكم على حاجة، وهذه شهادة مني، يعني لأن لازم نكونوا موضوعيين، يعني المرافعة الأمريكية كانت غير متوقعة منا نحن كعرب، كانت غير متوقعة أن هم أكدوا على أهمية تطبيق الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، معاهدات جنيف، أكدوا على أهمية مراعاتهم من جميع الأطراف، لا قالوا شكي ولا هيك، من جميع الأطراف. ومن خرق هذه المعاهدات؟ خرقها طرف واحد، فهم قد يعنوا هذا. لكن كان يعني مقارنة مثلا بمرافعة فيجي، مرافعة المجر، مرافعة بولندا، كان الأمريكان يعني منصفين أكثر إلى حد ما، وكنا ما كناش متوقعين منهم هذا. طبعا الحديث الماتع مع دكتور أحمد جاني بصراحة لا يمل بدون مجاملة.
وما فيش احسن من دكتور احمد الجهني بصراحه يحكي لنا على الكواليس اللي صايره. كلنا عندنا الغصه اللي بنحسوا بها كلنا لما نشوفوا الاعتداءات اللي قاعده صايره على غزه. ممكن حتى كنت نحكي مع فريق العمل في برنامج القانوني اذا كان نقدر نستعرض شويه صور وشويه فيديوهات على حجم الكارثه الانسانيه اللي قاعده غادي، لكن بصراحه ما جناش قلب ان احنا نستعرض الحاجات هذينا. وفضلنا أن يكون يعني الحديث from legal perspective pure legal perspective. الأسئلة بتاعتكم هتكون مباشرة من بعد المداخلة الأخيرة عندنا مع أستاذ محمود العبيدي. أنا فكرت في البداية في الجلسة الحوارية هذه أن زي ما نأخذ من قلب الحدث من لاهاي مع دكتور أحمد الجهني، وبرضو نضو على موضوع العقاب الجماعي من منظور مختلف من منظور قانوني مع دكتور أميمة من لندن، كان لازم أن في التصميم الندوة الحوارية ذا أن يكون للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أن يكون له صوت برضو في الجلسة الحوارية هذه. ناس واجدة للأسف ما هيش عارفة بوجود الجسم المهم على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي، كذلك جسم زي معني بحقوق الإنسان. فشكرا، بنشكر الأستاذ محمود بداية على تلبية الدعوة، ونعطيك المجال في من 15 إلى 20 دقيقة. وأعيد وأكرر، أي حد من حضراتكم عنده مداخلة، عنده تساؤل، عنده مشاركة، مباشرة من بعد كلمة الأستاذ محمود تباعا المنظمين حيأخذوا منكم البيانات. باديا ذي بدء، أعرف بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان كونه هو الجسم الوطني تابع للسلطه او متمثل في تبعيته للسلطه التشريعيه بموجب القانون رقم 5 لسنه 2011. يكتسب هذا الجسم العديد من الفروع والادارات داخل الدوله الليبيه، لديه جسم متمثل في رئاسته في اداره وإدارة الرئيسيه في مدينه طرابلس. الحقيقة هو ما يتعلق بموضوع الورقة التي سأطرحها، وهي عبارة عن إشارات عن دور والتحديات التي تواجه المنظمات الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية خاصة في غزة. ما يهم الإشارة إليه هو كم عدد المنظمات الموجودة أو التي تقوم بدعم قطاع غزة أو فلسطين بصفة عامة. طبعاً عدد المنظمات الفعلية هي 33 منظمة، ولكن أهم المنظمات والمؤسسات الدولية الموجودة وعلى رأسها هي الأونروا والصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، هيئة الإغاثة الإسلامية مؤسسة. وللأسف أن أقوى المنظمات هي تواجه في عراقيل من ناحية واقعية. أشار الدكتور أحمد الجهني بأن المعبر الوحيد وهو لتقديم مساعدات إنسانية وهو معبر رفح. معبر رفح للأسف أصبح مغلق نهائيا، بل أصبح مسارا لبعض الجرائم الإبادة الإنسانية، وخير دليل الإبادة التي حدثت خلال الأيام السابقة التي أدت إلى وفاة 200 شخص، وكان التبرير الكيان الصهيوني فيها بأنه تم دعسهم دعس فقط لا غير، وهو تبرير في غير محله كون أن 200 شخص راحوا ضحية هذا الدعس. هذا أمر غير منطقي، وهو إما أن هذا الكيان أصبح يستهتر بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك مبادئ باريس لحقوق الإنسان، بل أنه أراد تغيير هذه الفكرة وهو ما نراه على أرض الواقع بطريقة غير مباشرة.
المسألة الأخرى وهي تقديم المساعدات الإنسانية من حيث الجانب الجوي، وهو ما لا يتحقق أيضا، وهو ما لا يتحقق أيضا باعتبار أن أصبحت المساعدات الإنسانية تعطى بنسبة وتناسب غير منطقي، كون أن عدد المساعدات التي تقدم إما جزء منها وقع في البحر وجزء الآخر لم يصل للمدنيين كما ينبغي. معبر رفح تم فتحها بطريقة غير مباشرة لبعض المنظمات، لم يتم التقديم المساعدات الإنسانية كما ينبغي. كذلك شاركت الدولة الليبية في بداية المعركة ومن بينهم المجلس الوطني للحرية العامة وحقوق الإنسان بتقديم مساعدات الإنسانية، ولكن للأسف لا نعلم إذا كان وصلت أو لم تصل وفقا لما هو منظور حاليا. الإشارة اللي حاب نوضحها أن منظمة الأونروا أصبحت تعاني من قلة الوقود، وهو حسب تصريحاتها الأخيرة، وهي باعتبارها نحن لما نشير للمنظمة هذه باعتبارها هي المنظمة الفعالة اللي يلجأ لها أغلب الموجودين من المدنيين، سواء كان من حيث الرعاية الصحية أو من خلال الجانب الغذائي. المنظمة أصبحت محل اتهامات عديدة، كون أن الجانب السياسي أصبح يتدخل في عمل المنظمات الدولية. بعض من المنظمات ليست لها أي دور إلا وجود دور إعلامي فقط بأن هي قامت بتقديم مساعدات إنسانية، والحقيقة لم نرى ذلك باعتبار أن أغلب المدنيين يعانون من نقص الغذاء والماء وغيرها. وإذا كان تناولنا من جانب آخر من منظمات الصحة العالمية لم نرى لها وجود على أرض الواقع، كون أن العوائق تواجه فيها من الكيان الصهيوني باعتبار أصبح يحارب في هذه المنظمات بطريقة غير مباشرة لتحقيق الإبادة الجماعية، وبل ليست الإبادة الجماعية فقط، بل اجتمعت جميع الجرائم المختصة بها محكمة الجنايات الدولية في واقعة غزة، ولم يسبق لغزة بأن تتعرض لمثل هذه المجاعة أو الأحداث التي نراها اليوم من أحداث دامية. للأسف أغلب هذه التكهنات أو أغلب هذه المواقف للمنظمات، السؤال المطروح هل هي واجب قانوني أم أخلاقي؟ فإذا كان اعتبرناه واجب قانوني إذا في إلزام، ولكن الصحيح هي واجب أخلاقي. هنا مدامها هي واجب أخلاقي لن يتحقق بها مد الرعاية الحقيقية للصحة، مد الغذاء الحقيقي للمواطنين والمدنيين، وهو نحن نقول أن القانون الدولي الإنساني قانون تهذيب الحروب، ولكن ما نجده الآن ما ينطبق في واقعة أحداث غزة للأسف لا يوجد له دور، وعقبنا عن هذا القانون كون أنه هو مرتبط ارتباط كلي بحقوق الإنسان. مسألة التطبيق قد نجد أنه يكون غير منطبق بشكل حقيقي، وهو لعدم وجود قواعد إلزامية لكلا الطرفين. مثلا إذا كان نحن اعتبرنا أن حركة حماس أو غيرها من حركات اللي هي غير ميليشيا وغير منظمة، فماذا يوصف الحركات التي تقوم بها إسرائيل في هذه الوصف؟ وهل هي تعتبر دورها دور ميليشياوي أو دور دولة؟ إذا كان افترضنا أن هي دور دولة، فمعنا اعترفنا بإسرائيل كدولة وردينا عليها من ناحية أن هي تخضع لعقاب. ولكن لما نجول قواعد القانون الدولي الإنساني نجد أن المشكلة يا إما في عدم تطبيق أحكام القوانين أو عدم تنفيذ أحكام القوانين، وبذلك هي أمنت العقاب وأصبحت تتجاوز في حدود قواعد احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
أنا هذا في المجمل لأن هي الورقة تتحدث عن التحديات. قضية إسرائيل هي وفلسطين قضية للأسف أصبحت متكررة، أصبح المجتمع لم يتناول هذا الحدث بمعيار قوي، وأنا أعتذر باعتبار أن كمجلس حقوق الإنسان نحن ليس لنا إلا الإدانة، وهذا ما يحدث في أرض الواقع. نشكر الدكتور محمد على تسليط هذا الضوء، كون أن إعادة القومية أو ما يسمى بروح الإنسانية لهذه الحالة. نشكر الجميع على إتاحة هذه الفرصة. وإن كان دائما التحدي دائما هو first challenges how to make it like applicable، وهذه حاجة للأسف تشاركناها مش بس في ليبيا، يعني التحدي مش بس في ليبيا كيف يكون القانون مطبق ويكون نافذ. اكتشفنا أن حتى هو على مستوى دولي قاعد موجود التحدي هذا، فكون أن يسمع بس صوتنا عن طريق حضراتكم فهذا شيء مميز في ظل التحديات الراهنة حاليا. أنا استقبلت سبع مداخلات حنأخذهم تباعا، بس نستأذنكم أن الدكتور علي سعيد حاب يوجه كلمة. دكتور علي سعيد هو عميد مدرسة العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الليبية الدولية، لإسقاط معنى على لماذا نحن نقوم بهذا العمل الآن. أنا في تصوري هذا هو بيت القصيد. نحن حاولنا في لحظة من اللحظات أن نقيم حوارية مشابهة تتعلق بما يحدث في غزة، ولكنها لا علاقة بالوجدان في حد ذاته. اليوم نحن انتقلنا إلى الجزء الثاني من هذه القضية، وهو اللي كان عنوانه المسألة القانونية. وأنا بتصوري بأن هذا الحوار يجب أن يستمر إلى مراحل متقدمة. نحن نطرح في أرواحنا سؤال في الجامعة الدولية، نقوله بأن لماذا نحن نقوم بهذا العمل؟ هل لأن نحن عندنا برنامج قانون، أم لدينا مهمة أخرى كجامعة دولية تتعلق بقضايا أخرى؟ وأنا في تصوري هذه يجب أن نأخذها في الاعتبار، سواء يسمعوا فيها الطلبة أو يسمعوا فيها الضيوف الكرام، أن المسألة ليست مسألة تدريسية على الإطلاق. المسألة مسألة أن هناك نموذج يسمى نموذج الجامعة الدولية، احتواء لمسألة التغيير في الدراسات وفي غير الدراسات واجب. ولهذا السبب حتلاحظوا إن شاء الله خلال السنة القادمة هناك مركز اسمه مركز القانون الدولي، بالإضافة إلى البرنامج. هذا المركز مهتم بالدراسات القانونية الدولية. أنا أقول لماذا نحن متجهين هذا الاتجاه؟ لأن نحن مش محتاجين أن نحن ربما نسمع كيف طبق القانون فقط. نحن في حاجة أن نسمع التحديات التي واجهت القانون في التطبيق. أنا نقول لكم بأن اتفاقيات جنيف، يسمح فيها أستاذ محمد لأنه متخصص في هذا الموضوع، أن اتفاقيات جنيف لما بدأت في التطبيق من 1949 إلى أن بدأت حركات التحرير، اكتشفنا بأنها محتاجة إلى بروتوكولين، ولهذا بدأ الحديث عليها في 1974 إلى 1977 لما بدأنا البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني. هذا أحد الأشخاص الذين ساهموا في إخراج هذا البروتوكول، موجود معنا. إذن نحن محتاجين الآن أن نفكر أيضا ما هي التحديات التي تواجه القانون الدولي بصفة عامة في القضايا اللي احنا فيها. أنا بشركم بالآتي، بشركم بأن نحن طبعا نحن جماعة السياسة وجماعة القانون، فهمت، قريبين من بعضنا. بشركم بأن هناك تغير جذري في النظام الدولي سينعكس بالدرجة الأولى على هذا القانون اللي نسميه احنا القانون الدولي، سواء كان في ضرب الإنساني أو في الجنائي أو غيرها. ولهذا السبب يجب أن نحتاط، لأن من ضمن العناصر التي ستؤثر فينا هي مسألة التهديدات.
نمط التغير والانتقال في النظام الدولي يعطينا الانطباع على أن مسألة التهديدات سواء كانت موجهة للإنسان أو موجهة للدول أو موجهة للكتل ستتغير، ولهذا محتاجين أن نحن نفكر فيها جيدا. أنا أقول لكم بأن نحن مفتوحين الحمد لله ومستعدين، لأن نحن ننتقل بكم أنتم هذا الفكر كله من أول أخرى إلى مرحلة أخرى تؤدي ليس فقط إلى القول ما الذي حدث، ولكن القول على أن الذي حدث يجب أن يتغير في صلب القانون ويجب أن تتغير في البيهيفير اللي هو يطبق في هذا القانون. شكراً يا أخوة، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة اللي هي أصعب من هذه بعون الله تعالى. أود أنبه مرة أخرى من جديد على أن لدينا السياسة في برنامج القانون هي الابتعاد عن الورق. ف anytime you can just scan the code، تقدر تديروا مسح للكود فيه مستندات قانونية، فيه مستندات برضو تقدر تحصلوا عليهم في تليفوناتكم الخاصة بكم، نسخ PDF فيما يتعلق بمواضيع الجلسة الحوارية لليوم. ننتقل مباشرة للمداخلات، حنقول تباعا للطلبات اللي جن بالترتيب في مداخلة عند أستاذ عبد العظيم، وبعدين حيكون المداخلة الثانية للأستاذ الدكتور محمد العسبري، ومن ثم يكون في مداخلة للمستشار حسني. فنذكر الأسامي بالثلاثة تباعا عشان يكون فيه الترك المجال أمام 1 2 3 4 5 6 في 7 مداخلات غير مداخلات الثلاثة هذين. فتفضلوا بالترتيب أستاذ عبد العظيم. ليس اعتمادا او بناء على اعتمادا على الادله التي قدمتها جنوب افريقيا في محكمه العدل الدوليه، ولكن بناء على تصريحات الصهاينه انفسهم رئيس الوزراء نتنياهو في احدى الخطابات المبتذله واقتبس من كتاب المقدس سفر يشوع وقال نحن نحارب الاماره، وبالتالي هم يهدفون الى تدبير الشعب الفلسطيني ويعني قذف وقع الصراع العربي الاسرائيلي، او كما تقول الاعلام العربيه للاسف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يعني يقذف على اي صراع في العالم الاخر، حتى عن الصراع الروسي الاوكراني، لان صراع هذا صراع سياسي وصراع دبلوماسي وصراع عقائدي ومسلح، وكمية التدخل الدولي للضربة الدولية جعلت من هذه القضية قضية معقدة. الحقيقة عندما أعيد اللقاء فيما يتعلق بكلام الدكتور أحمد وأيضا حدث المحكمة الدولية، الحقيقة أريد أن أشير لشيء جميل. عندما تم إخطار إسرائيل بقضية الإبادة الجماعية صادف في ذلك المساء صادف ذكرى الهولوكوست، يعني كانت يعني وصمة عار ولطخ سمعتها في العالم ومذكور في كتاب الله، يعني ضربت عليه مجلة أينما ضرب. الحقيقة أنا في نظري إن إسرائيل طبعا معروف أن هي وقعت تنقيح الإبادة الجماعية عن 1948، وبالتالي أعتقد أن هي جرة جرب للمحكمة العدل الدولية، لأن الواقع وطلب الجنوب أفريقيا هو كان استغلال، وبالتالي أعتقد أن جرة جرب يعني وهذه فيها إبدال آخر لإسرائيل. ولكن الحكم المحكمة العدل الدولية أشار إلى أعتقد حسب ما تلقيت من وسائل الإعلام إلى تدريب مؤقتا، هو في الشق المستعجل صح لم يذكر وقف إطلاق النار أو وقف القتال، لكن الصف المستعجل أشار كتدريب مؤقتة إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي هذا يشكل التزام دولي، وبالتالي إسرائيل لديها التزام دولي يجبرها على الامتثال بحكم العدل الدولي. تمتثل أو لا تمتثل هذه ممكن تترجمها عبارة الأستاذة أميمة عندما قالت أن مبدأ ما يكون منصفا وعادلا تظل مثلا مشكلة تطبيقها للقوى الكبرى. الدكتور احمد ايضا ذكر ان المحكمه العدل الدوليه هي احدى مؤسسات الامم المتحده، وهذا عن السياسي مستشار وزاره الخارجيه يجبرنا على ان نتبنى منهج المقارنه
ايضا الجمعيه العامه هي مؤسسه من مؤسسات المنظمه، لكن الجمعيه العامه برغم ذلك فقط التوصيه الذي حدث طوره، يعني سلكت مسلك جيد فيما يتعلق بالقضيه المصريه اكثر من المحكمه الدوليه، بدليل ان عندما وجهت مشاريع وقف اطلاق النار للوعي السلمي في مجلس الامن عجز على اصدار قرار مجلس الامن، حقيقه تحركت المجموعه العربيه، صح تحركت بعد مضي شهرين، تحركت دبلوماسيا واستطاعت ان تخرج بقرار من الجمعيه العامه صوتت 153 دوله لوقف الحرب، في حين ان في الحرب الاسرائيليه الروسيه الاوكرانيه صوتت 141 دوله لوقف الحرب، وبالتالي في ظل الجمعيه العامه انشطت المحكمه الدوليه اذا كانت قضينا على الفاعلين، وهذا يعني شيء يشجع لها ويعني وهذا راه هذا يعطينا الامل ان هناك لا زالت هناك مؤسسات حيه. انا طبعا ولكن فيها القانون، القانون له قيمة أنه يضفي طابع شرعي، يضفي طابع الشرعي، وبالتالي القانون الدولي يحضر، لا يحضر الحرب فقط يعني الحرب، ولكن أيضا يعتمد على الحرب لفرض قواعده، وهذا الذي جعل الدول الغربية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تؤيد بداية الحرب، تؤيد إسرائيل وتقول إنها حرب قانونية وشرعية، إذا تراجعت بعض الدول من ضمن فرنسا بعد إعادة الموقف. وأريد أن أستكمل بعض النقاط ربما التي لم يسفها الوقت لاستكمالها. عندما عرجت على محكمة سيراليون، وكانت هذه المحكمة بطلب من الدولة من مجلس الأمن، وأنشئت هذه المحكمة وكانت لها فاعلية، هذه المحكمة أيضا يقاس عليها محكمة رواندا وبوروندي ومحكمة يوغوسلافيا السابقة، محكمة تيمور الشرقية ومحاكم خاصة كثيرة. جعلنا نحن كمجموعة عربية في لاهاي من أسبوع فات أو 10 أيام نفكروا بإنشاء أو بالمطالبة بمحكمة خاصة بجرائم غزة، لأن هذه المحاكم بالطريقة الموجودة بها، محكمة الجنايات الدولية مثلا ونظامها الأساسي وقواعد الإجراءات فيها وقواعد الإثبات وطريقة يعني آلية عملها، لن تجدي في موضوع غزة، باعتبار أنها تحتاج إلى إحالة من مجلس الأمن، وهذه الإحالة لا يمكن أن تتم طالما مجلس الأمن مسيطر عليه جماعة الفيتو على رأسهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا طبعا وروسيا والصين، لكن على الأقل بهذوما روسيا والصين وأمريكا لا يهتموا كثيرا بالمحكمة الجنائية الدولية. الإحالة لن تتم، والمدعي العام مقيد وخاضع للحكومة الإنجليزية باعتبار جنسيته الإنجليزية الحالي. كويس، هذا الفكرة يا دكتورة أميمة والكلام للسادة المستمعين، هذه الفكرة لاقت أذان صاغية من جماعات أو من دول أمريكا اللاتينية، التي مرتين أنا نشير لأمريكا اللاتينية لأن هم كلهم حماس وهم كلهم حماية لحقوق الإنسان وكلهم هم ضد الاضطهاد، لأن جربوا الاضطهاد وجربوا الحروب وجربوا الانتهاكات. ف لو نحن ندفع بهذه الفكرة بإنشاء محكمة خاصة على غرار سيراليون، على غرار لبنان، على غرار يوغوسلافيا السابقة، رواندا، جيش الرب حتى حاكموه في شمال أوغندا، وهكذا نحن هذه الفكرة بذرناها ووجدنا أذان صاغية أو وجدنا استقبال لها من دول أمريكا اللاتينية. فيا جماعة حقوق الإنسان، منظمات الدولية، لو نحن نتبنى هذه الوسيلة الوحيدة الناجعة للقصاص من المجرمين. أما بالنسبة لوسائل الإثبات، تنجي قصد الجنائي دكتور، لوسائل الإثبات فهي متوفرة، يعني جرائم موثقة ولا تحتاج إلى توثيق آخر. وديما أنا في هذا المجال يخطر علي قول المتنبي: وليس يصح في الأذهان شرحا إذا احتاج النهار إلى دليل. خلاص نهار، ما تثبت النهار، هذا النهار
نجي للعقاب الجماعي، وهو فعلا العقاب الجماعي هو جريمة نقدر نصنفوها جريمة حرب، وتدخل في إطار مادة 5 و6 من النظام الأساسي، نقدر نصنفوها جريمة ضد الإنسانية وتدخل في نطاق المادة 7 وهكذا. فهو يدخل العقاب الجماعي يعني يقبل أن يكيف تكييف على أساس جريمة حرب وعلى أساس أنها جريمة ضد الإنسانية. أيضا ما حصل ممكن يكون جريمة عدوان إذا كان نحن حصلنا على الاعتراف لغزة والدولة الفلسطينية هي عدوان دولة على دولة، وجريمة العدوان تم تعرفه وردت في النظام الأساسي وبقيت إلى 2010 بدون تعريف وبدون تطبيق. في 2010 عقد مؤتمر كامبالا في أوغندا وتم تعريف هذه الجريمة وأصبحت الآن منطبقة، لكن حتواجهنا مشكلة الدولة، هي دولة على دولة، وكلها هي خضاء الجريمة. ولما عرفوها في كامبالا وكنت موجود عرفوها على أساس عدوان العراق على الكويت، ديما هذا العدوان هو اللي أو هذه الحادثة هي اللي أخذت في الاعتبار دولتين، دولة اعتدت على الأخرى. فأنا من أنصار الدعوة إلى إنشاء محكمة خاصة إذا استجاب المجتمع الدولي. الأستاذ عبد العظيم الحقيقة ذكر نقطة وهي يعني نشاط الجمعية العامة للأمم المتحدة مقارنة بمحكمة العدل الدولية. طبعا جسمين هم صحيح تابعين للأمم المتحدة ونشأوا نشأة زمنية واحدة مذكورين في الميثاق، ميثاق الأمم المتحدة، ولكن طبيعة العمل وآلية العمل تختلف. يعني المحكمة متأثرة بالقضاء الوطني، هي زي القضاء الوطني، والقضاء الوطني احنا نقوله القضاء يؤتى إليه ولا يأتي، ما جيش والله انت مظلوم وتقول باهي وين القضاء وتقعد، لازم تمشي تشكي باش القضاء يتحرك، هذا على المستوى الوطني. هي نفسها، لكن الجمعية العامة باعتبار كل دولة عندها عضوية فيها، والمحكمة ما فيش ان 15 قاضي يمثلوا المجتمع الدولي بالكامل. وتو الآن من 3 أيام تغير رئيس المحكمة من رئيسة المحكمة الأمريكية الجنسية إلى رئيس لبناني جديد من لبنان، قاضي لبناني، وفيها قاضي صومالي وقاضي من جيبوتي، يعني فيه وفيه مغربي. نعم وفيه مغربي. إذن المقارنة يعني قد تكون مش لأني أنا في المحكمة، أنا مش في المحكمة على فكرة، أنا لست من في هذه المحكمة، ولكن هي طبيعة المحكمة هكي. يعني ما لم تأتي وترفع أمامها دعوة زي المحاكم عندنا، ما تجيكش المحكمة أقول لك بلكي أنت مظلوم، هذا ما تجيش. نجي للتدابير المؤقتة اللي صدرت أخيرا، هي فعلا تدابير مؤقتة باعتبار أن المحكمة أعطت لإسرائيل شهر إنها تقدم فيه تقرير ماذا فعلت بخصوص توصيات أو أوامر المحكمة، وهي كلها بروفيجنال يعني مجرس، اللي هي تدابير مؤقتة يجب أن تكون دائمة في الفصل في موضوع الدعوة. ما زال موضوع الدعوة آه الآن فتح فيه باب الانضمام، وليبيا زي ما قلنا انضمت وتبيلها تأخذ وقت، وهذا في غير الحقيقة صالح، في غير صالح الفلسطينيين. فلسطين الآن معاناتهم بالساعة بالدقيقة، جوع، العطش، العطش، ما فيش مية، شراب، أطفال يموتوا. فهي مش قضية سنوات وشهور فما تحملش العملية. نجي لسؤال الدكتور والزميل والصديق الدكتور محمد العسبري، القصد الجنائي وانتم جماعة قانون، انت هو اتجاه نية الجاني لتحقيق النتيجة المجرمة، يعني هذا عندنا في قانوننا المحلي. القصد الجنائي باش تقوم الجريمة في الجرائم الدولية عندنا بالإضافة إلى النية الانتنت، عندنا شيء آخر أنها يجب أن ترتكب بطريقة ممنهجة وبشكل موسع أو على مذاق واسع. معناها القصد الجنائي في الجرائم الدولية ما يتحققش بقتل 2 3 4 5، لا، لازم يكون على نطاق واسع وبشكل ممنهج. شنو الشكل الممنهج؟ أن الدولة أو الشخص رسم وخطط وجهز لارتكاب هذه الجرائم، وهذا تبي تثبت هذا، يعني بيقول لهم راهو خطط وجهز ونوى وارتكب هذه الجرائم على نطاق واسع. وهذا يذكرنا بقضية السودان لما
المساء المحقق في السودان وهو المحقق الإيطالي الشهير، وقال بقيت في دارفور وفي جنوب السودان 60 يوم لم أشاهد أي حالات انفلات فردي للجيش السوداني. إذن ما تم ارتكابه كان بأوامر عليا إلى أن وصلت البشير، وهكذا صدر قرار مجلس الأمن الشهير وأحاله للمحكمة الجنائية الدولية وأرقت القبض، أصدرت أمر بالقبض على البشير. لكن أساسها أنه قالهم راه الأمر ممنهج، لأن أنا حالات انفلات فردي ما شفتش في الجيش السوداني، وعلى يشكر في الجيش السوداني هو وعلى درجة عالية من الانضباطية، التقرير موجود به، وبالتالي كل ما حصل في دارفور راه هو ممنهج ومعد له مسبقا من القائد الأعلى للجيش ولا القوات المسلحة. إذن القصد الجنائي بالإضافة للنية هو يحتاج إلى أن يكون الجريمة قد ارتكبت على نطاق واسع وبشكل ممنهج يا دكتور محمد. نحن عندنا القصد الجنائي كان تعرفوا وكان تذكروا أنتم ينقسم إلى قصد جنائي عام وقصد جنائي خاص. ما عندهمش هم التفرقة هذه في الدولي، هي الدولي بدل الخاص والعام، وفي بعض القوانين المحلية العربية لا تعرف القصد العام والخاص. قانوننا نحن مأخوذ من الإيطالي، في قصد عام وفي قصد خاص، زي في جريمة القتل أن تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، هذا العام. باي والخاص وين؟ الخاص يقول لك وأن تكون هذه الروح أو هذه النتيجة محددة دون غيرها من النتائج، يعني لو الرصاصة أخطأت وصابت شخص آخر هنا ما توفرش القصد. أو نرجع مرة للجنائي. تكرار يا دكتور، تكرار الفعل بالنسبة اللي حصل في غزة. لا بس على نطاق واسع حرام. طبعا هو على نطاق واسع، والضرب عشوائي والقصف عشوائي. باهي والمخطط موجود، لأن نشوفوا حتى اجتماعاتهم مع الأركان ومع قادة المناطق تعلن في الإعلام إرضاء، هي من ناحية إرضاء للرأي العام الداخلي المحلي، حيث نتنياهو ما يديروش ضد مظاهرات، لكن من ناحية أخرى هي إظهار القصد الجنائي. شو محتاج هو المحكمة أو القاضي؟ محتاج إثبات الجريمة كما تحدث الدكتور. المشكلة التواجه فينا هو التحقيق المستقبلي. هو إسرائيل ودعم أمريكا يرفض التحقيق المستقبلي. تطلب إسرائيل من تحقيق داخلي وتقول ما تشاء. فالمطالبة هو أن يكون تحقيق مستقل بشكل دليل جنائي لازم يتم عن طريق هذا التحقيق. شكرا. المدنيين والمنشآت المدنية التي لا تستعمل في الحرب يجب أن تكون في جهة أو جانب آمن لا يمسها القصف أو الحرب أو الاعتداء أو الضرب أو التدمير. فهي إسرائيل انتهكت، يعني دمرت حتى مستشفيات بالمرضى متاعها موجودين وأطفال في الكوبيتر، إيش اسمها هذه الحاضنة، باقي الحاضنات أطفال ناقصين العمر متاعهم متاع 7 شهور وست شهور كلهم قصفوا عدوا، ولا حماية مدنية ولا يعني مراعاة لما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة إطلاقا. يعني اتفاقيات جنيف اللي موقع عليها إسرائيل هي حماية المدنيين في فترة الحرب، هذه ميزتها. هنا ما فيش إطلاقا في غزة، لأن هي حرب إبادة، وبالتالي إذا طرح الموضوع أمام محكمة مستقلة، وأنا نقول مستقلة في هذه الحالة، لا نحتاج أظني من أول جلسة حتحكم بارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية من الجلسة الأولى زي ما نقوله نحن في القانون.